مصيرهم كان مع الأبرار مع الأبرار، والزينة
أستاذة أمينة، أنا آسف على الطريقة اللي اضطريت أجيبك بيها، بس أنت عارفة للضرورة أحكام والاحتياط واجب. لو الظروف عادية ما كنتش فكرت قبلك، لأنك أكتر واحدة هاجمتيني وهيكتي الرأي العام عليا وخليت الناس تاخد مني موقف. أظن أنت عارف كويس قوي أنت عملت إيه. ده لو كنت عملت فعلا القمح المسرطن والمبيدات المغشوشة والحاجات الفاسدة اللي لقوها عندك في المخزن دي تبقى إيه؟ بس الشيء اللي أنت ما تعرفهوش يا أستاذة إن أنا بريء. ريت تقول الكلام ده لحد غيري. أنا اخترتك أنت بالذات عشان أقولك الكلام ده، لأنك لو غيرت موقفك الناس كلها هتتعاطف معي. الناس مش هتتعاطف مع واحد هربان من العدالة جابلهم سرطان وفشل كلوي. وبعدين عايزني أنا أغير موقفي ليه؟ يعني حسابي هيزيد في البنك مثلا ولا إيه؟ وأنا تحت أمرك. الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أغير موقفي إنك تجيب لي دليل براءتك. أنا دليل براءتي موجود، وأي سؤال يطرق في عقلك هتلاقي الإجابة عليه. بنتي بنت حبيبتي، عين مصابتك كان مستخبي الفيلم ده كله، بس يا رب طمني يا ماما. حبيبتي يا بنتي، يا بنتي كنت انا مكان ايه. الو امينه، خير؟ مستشفى؟ مستشفى ايه؟ طيب شكرا 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 يا دكتور. ايوه امين الصحفي، اخبارها ايه؟ الحمد لله كويس. شكرا. سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. يا ريتني كنت انا. يا شيخه بعد الشر، انا مش ناقصه يا امي. هي وبعدين؟ ابدا ما حسيتش غير ضرب النار جاي من كل ناحيه. فجاه حسيت بالم في كتفي وما درتش باي حاجه، بس انا اتخذت في الرجلين صراحه يعني. طب والسيدية امينة؟ ولا عندي فكره بيه. السيدية يا حركه، الراجل ده لو كان بريء كان سلم نفسه للبوليس. لا، في حاجه غريبه جدا في كميه القوه اللي كانت عنده عشان تقبض عليه، كميه كبيره جدا. المصدر اللي سالناه في الداخليه قال لنا الاخباريه جات لهم ان عبد الرؤوف معاه رجاله كتير قوي ومسلحين. لا يا جماعه، الموضوع ده فيه حاجه مش مريحه. زيك بالظبط كده ابو خليل. ايه يا عم بتعمل ايه؟ ايه يا امينه، ده بس عشان القراء يعرفوا قد ايه الصحفيين بيتكحرطوا على ما يدوروا على الحقيقه. لا بقول لك ايه، ده مش منظر ابدا. لا 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 يا عم لا. صاحب رأي قوي، ده انت يا دوب مصور زهرات. عاجبك كده يا امينه؟ والله طقم الجورنالجيه دول ما حد بيسمع لهم حس الا في وجودي. غير كده بقى قطط مغمضه. اه والله بريس. شفت انا عايشه بقى معايا. انا بموت. شفت بيضحكوني ازاي؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا جبنا سيره مليون جنيه. الحمد لله على سلامتك يا امينه. الله يسلمك يا شامل. الولاد طمنوني عليكي. الحمد لله جت سليمه المره دي. انت بقى مفيش فايده فيكي؟ ليه بس؟ لاني عامل زي الاطرش في الزفه، رئيس التحرير وما عنديش اي فكره اللي انت بتعمليه. ما احنا كنا هنعملها لك مفاجاه. بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. إذا ما كنتيش خايفة على منظري كرئيس تحرير، خافي على روحك ونفسك لأنها تهمنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باي. باي. صلاح جوزي. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه بقى رايكم يا جماعه بقى يعيشوا اللحظه الاسريه دي؟ يلا يا شويه حساسه. يلا حساسه بقى. باي باي يا امينه. باي باي. باي باي. باي باي. يلا احنا كمان يا ماما نشرب حاجه. الله يسلمك يا حبيبي.
هنرجع لك تاني. وحشتيني. انت اللي وحشتيني اكتر. انا مش موافق على اللي انت عملتيه. انا حبيبتي ما اقدرش استغنى عنك. ما تعرفيش قد ايه تعبت عشان اجي هنا. الحمد لله انها جت على كده. ما بقيتيش صغيره على التنطيط ده. انا عارفه انك انت اتخضيت عليا، بس التنطيط ده هو كل حياتي وكياني. حبيبتي انا ما طلبتش منك انك تسيبي الشغل. انت ممكن تبقي اهم صحفيه تكتب روايات او مقالات، وبعدين كل الصحفيين ما بيعملوش زيك. انا عارفه، بس لازم احب اللي انا بعمله، والجري ورا الحقيقه بيدي لحياتي معنى. الملاك طرحوا 49% من اسهم الجورنال في البورصه. انت متضايق ليه؟ طب يا اخي افرض يا اخي طلعوا اغبياء ولا مش اغبياء، انت مالك؟ نفذ اللي طلب منك. انا مش فاضي دلوقتي، عندي اجتماع. يلا. انا مش فاهم الناس خايفه من طرح الاسهم الجورنال في البورصه ليه. في ناس عندها قصر نظر بتقول ان ده ممكن ياثر على سياسه التحرير وتوجيهات الجورنال، لكن انا طبعا مش منهم. سبحان الله، ازاي نبقى اكتر جورنال بيوزع في البلد ومع ذلك الملاك عندهم مشاكل ماديه؟ مش غريبه شويه دي يا برنس؟ التكلفه عاليه، والتوزيع والطباعه ما بنقدرش نتحكم فيها، بتاكل هامش الربح، ما بنحصلش البريك ايفن بوينت. على العموم خلينا في موضوعنا. على رايك، خلينا في موضوعنا. يبيعوا يشتروا مش مهم، احنا شغالين. انا شخصيا شغال ورا اي كاميرا وتحت اي يافطة. خلينا بقى في الموضوع. شوفوا يا اخوانا، اقتحام الفلسطينيين للحدود المصرية ده يتحط في الصفحة الاولى وبنت مهم جدا، اما الصور فتتحط في الصفحة الخامسة والصفحة السابعة. حاضر. على فكرة الصور اللي انت واخدها كويسة قوي يا بهاء. ده العادي. رأي الجورنال هيتحط في الصفحة الأولى على اليمين هنا. حاضر يا أستاذ شامل. ايه؟ يلا. هي أمينة فين؟ أمينة لسه ما جاتش، أجازتها طولت قوي، يمكن ما تجيش. هي مش خلصت أجازتها؟ مفروض. طب وبعدين؟ فاضل ساعة لآخر غيار والجورنال لازم يتجمع. شوفوها لي فين؟ اتصرف. حاضر، هنتصل بيها. صباح الخير يا شامل. مالكوا يا جماعة؟ في ايه مالكوا؟ صباح الخير يا احمد. صباح الخير. في ايه؟ كل واحد يمشي مكانه. يلا يا جماعة. شاي شاي شاي. ماله ايه شاي؟ ما تحط على الرز. بس تقعد على المكاتب. ايه الخفة دي؟ وحياتي انا يا أمينة. مالها حياتك حبيبي؟ حبيبتي مش لاقيكي فيها، لا بنخرج مع بعض ولا بنشوف بعض ولا بناكل مع بعض. ده وانا راجع البيت بحس ان انا راجع كهف، مفيش حياة، مفيش صوت، مفيش حركة. الحب اللي بينا يخلينا نتجوز اي مشكلة. ننظم اجازاتنا، نقربها لبعض اكتر. خايف نكون اتعودنا على البعد. اخسى عليك، ما تقولش كده. انت عارف قد ايه انا بحبك وبحب شغلي. مفيش حاجه بالقوه دي ممكن تفرقنا. تتغدى ايه؟ ما افتكرش هقدر ارجع الغدا. يا سيدي عشا. ربنا يسهل. طب اطبخ لك ايه؟ اي حاجه من ايديك الحلوه. خد بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوه خلاص، عملت السبق الصحفي اللي انت عايزاه. انت مين انت؟ مش مهم تعرف انا مين، بس من هنا ورايح حياتك هتتدمر. هخليك تندمي على اليوم اللي اتولدت فيه. انت مين يا بني ادم يا حيوان؟ صلاح انت نسيت الفلوس فوق التلفزيون، اخليها معايا؟ طب اوكي، طب خلاص باي. عم فادي الحمد لله على سلامتك يا استاذ. الله يسلمك، خد دي الادويه لزينب، وخد افتح العربيه وخد الست علب منه. ربنا يخليكي لينا يا ست. الله يخليك. بقول لحضرتك، نعم، في واحده من الصبح مستنيه حضرتك على باب الجرنان. مين؟ مش عارف، اهي كانت هنا اهي اهي. عارفاهم ورمضان. مساء الفل. ازيك يا ام رمضان؟ كويسه؟ صحتك عامله ايه؟ انت كويسه؟ انا ام رمضان اللي بعت لحضرتك الجواب. ايوه حبيبتي.
انا وصلني جواب نشرتهولك وفي راجل اعمال هيوظفك ويدفع لك ما هي كويسه. ربنا يسترك دنيا واخره يا رب. ربنا يخليك. حرمش مني. الله يخليك. صباح الخير. صباح النور. نورتي. نورتي الدنيا. الحمد لله على السلامه. سلام. انا كنت سهرانه قوي قوي. انا عارفه وحشتوني خالص. انتي كمان. اهلا. الحمد لله على السلامه يا برنس. عمر الشقي باقي. بقول لك ايه؟ ها؟ شامم عايزك. عايز ايه خير؟ المقال ده الشاي بتاعي. معلش. عموما انا جهزت لك المصدر ومستعدين ناخدك ننزل ونطلع الطلعه دي سوا. لا الطلعه جايه انت واحمد. طلعت ان شاء الله. عايزاكوا تروحوا تعرفوا لي شويه اخبار عن عبد الرؤوف. تاني يا امينه. ايوه عايزه. الراجل مات والموضوع اتقفل. طب اقول لك ايه؟ الموضوع ده هيكلفك عزومه سمك. عزومتي. اه والله يا برنس. ايش ماشي. صباح الفل. صباح الخير. ايه يا عادسه؟ الحمد لله على السلامه يا امي. الحمد لله على السلامه. ازيك؟ ايه تمام الحمد لله. ها قريتي بقى الموضوع اللي بعتولك على الايميل؟ اه عايز اعاده صياغه يا باشا. تاني ايمي تاني؟ تاني حبيبي. ايه امين الشغل ما عجبكيش مش كده؟ لا بالعكس الفكره حلوه قوي بس فيها رغي كتير قوي. يعني مش هتنفع؟ والله العظيم يا امين انا تعبت في الموضوع ده قوي. يا بنتي قصي شويه منه مش بتقصقصي من جلدك. حاضر. ايه امين انت فين؟ انت جيتي الاستاذ بتاع باربي قلب الدنيا عليكي. ايه الاستاذ بتاع باربي؟ يا نهار اسود انا هروح اقوله. ينفع الكلام ده؟ تقولي ايه يا امينه؟ لا ما اقصدش والله يا امينه. لا 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 طبعا هقول ده رئيس التحقيق. طب انا بنهزر. في في يا اخوانا. لا انا بهزر والله مش. لا لا, لا انت تقصد. لا لا مش كده. اه طبعا يقصد. طب لا انا لازم اروح. امينه ايه الا الهزار في الحاجات دي فيها قطع عيش بجد. ابوس ايدك. خافش خافش كنافه كنافه. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ لا لا بخافش بخافش. عندنا الموضوع ده. شامل مشغول دلوقتي. هو اللي فاضي. عبد الله على السلامة. ما شفتكش. طب اقعدي. اقعدي عايز اقرا لك مقالة كويسة. اقعدي اقعدي. حتى يعترف المواطن العادي ان هناك اصلاح حقيقي للاقتصاد يجب أن ينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطن وأن يشعر به. الناس لا تهتم بما يقال عن تخفيض معدل التضخم وثبات سعر الجنيه أو تحسين العجز في ميزان المدفوعات قدر اهتمامها بحصول أولادها على التعليم الجيد وفرص العمل واختفاء طوابير الخبز وتوافر السلع بأسعار معقولة. بغير ذلك لن تقنع الحكومة المواطن أن هناك إصلاح أبدا. كده بقى انت هتوقعين في مشاكل. وجهة نظري. وجهة نظرك انت مش وجهة نظر الجورنال. مشكلة الجورنال ان هو ما عندوش وجهة نظر بيطبطب وبيتكلم في الهياف. السوق والتوزيع بيقولوا ان احنا نمرة واحد. وانا بقول ان معاناة المواطن هي نمبر ون. وبعد المقالة عندك عايز تنشرها انشرها بس اوعى تشيل لي كلمة منها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سوري ما قدرتش اجي ازورك كان عندي شغل كتير قوي. انا عارفه حبيبتي شامل شغلك جامد قوي معلش حمل تقيل عليكي. ايش هاي ابرنس؟ ايه لا ولا حاجه امينه والنبي بس كنت عايزه اقول لك هالحاجه. خدي دول. ايه دول؟ حلوين قوي. ايه دول يا ابني؟ موزز. يا سلام عايز منهم ايه الموزز دي؟ اختاري لي واحده منهم يا امينه عايزه اتجوز في ايه؟ انت هتتجوز بالطريقه دي؟ اه مالها الطريقه دي حلوين. بص دي بص دي. ليه عايز تتجوز كده؟ ما انا امينه مش لا فاضي اظبط واحب واعمل والكلام ده كله ما انت شايفه شغلي واللي انا فيه. اختاري بس والنبي امينه. الحب ده اجمل حاجه في الدنيا وبعدين الحدوته كلها هو قبل الجواز. الحب البقين اللي قبل الجواز. ما انا فاهم انا معاكي بس ما هو زمان كلهم اتجوزوا بالطريقه دي ومبسوطين وزي الفل. اه والله يا بنت. ابن اليومين دول مش ابن زمان. خد اقول لك اتجوز باربي اللي جوه. باربي ودي بتخلف؟ يا نهارك ايه طبعا بتخلف. ايه ماشي يا برنس التريقه عليا. ما الباربي ايه ماشي. ايوه اخبار الندم ايه يا امينه هانم؟ انت مين انت؟ في ايه يا امين؟ ده واحد بيهددني. اكيد حد بيستظرف.
أو حتى طلب النمرة غلط. لا بيتكلم بجد. ألو. أي ماما، معقولة أنسى يا أمي؟ لا طبعا هفوت عليك. أوكي عايزة حاجة؟ طيب باي حبيبي. بين المحضر وبين المعاينه وفي الاخر هنكلمك. ما هو مش معقوله يا امينه، العيال اللي سرقوك هيفضلوا واقفين في الاشاره لحد دلوقتي. دي مصيبه، كل اوراقي وكل حاجتي ضاعت و50 الف جنيه كمان. يا نهار اسود. 50 الف جنيه وليه شايله المبلغ ده كله في شنطتي؟ اعمل ايه؟ مش بتوعي بتوع جوزي، نسيهم في البيت شلتهم له معايا. النهارده يوم اسود من اوله، انا معرفش اصطبحت بوش مين النهارده. اهدى يا امينه وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه ولا اقولك الشنطه بتاعتك. يا رب بقى يا رب، انا مش ناقصه مشاكل بيني وبينه اكتر من كده يا بهاء، ما انت عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي في واحده شغاله هنا اسمها الاستاذه امينه درويش. ايوه بس انت عايزاها في ايه؟ من فضلك عايزه اشوفها. طب لحظه واحده هبلغها. ست بره عايزه تشوفك. لا 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 لا، انا مش هتشوف حد بهاء، انا مش ناقصه اروح. انا هشوف استاذه امينه درويش. شنطتي حضرتك عندي فلوسك كويس استهان، وشوفي كل اوراقك ان شاء الله مظبوطه. لقيتيها فين حضرتك؟ انا شفت العيال وهما بياخدوها من حضرتك، حلقت على الواد اللي خطفها، رمى الشنطه وطلع يجري، خفت اروح القسم يعني لحسن يفتكروني مع العيال دول. ولما فتحت الشنطه بعد اذن حضرتك وعرفت ان حضرتك صحفية قلت اجيلك عشان تساعدين. خدي امسكي دول. شكرا استهانة، مش عايزة. ايوه بس ده حقك، انت لقيتي الفلوس. انا غلبانة صحيح بس مش عايزة فلوس، زي ما ساعدتك ورجعتلك اللي ضاع منك ساعديني ورجعيلي اللي ضاع مني. ايه اللي ضاع منك؟ ابني.
بلغتي عنه؟ بلغت من سنة ونص، ما وصلوش لحاجة. انت اكيد ام وعارفة يعني ايه ضناك يضيع منك. محمود ابني الوحيد، مش هقدر اجيب عيال تاني. طب اديني صورة ليه. استاذ بهاء، خد كل المعلومات منها وكل البيانات وازاي نتصل بيها. انا متشكره قوي. انت اسمك ايه؟ نوال استانه. هتساعديني؟ هساعدك يا نوال، ربنا يخليكي. كل ما عندكيش صوره اوضح من كده شويه. اتفضلي. أنا عاد عمة عمة. إيه يا عبد الله عايز إيه؟ إيه فين البنت نوال؟ عمال بزعق عليها مفيش، قعدت فين؟ تلاقيها بتشطح بتدور على الواد زي عوايدها. تاني بتسرح تاني على الواد؟ ما هو مات. أنت مش قلت يا أما مات؟ خلاص يبقى مات. الله الله يخرب بيت العيال واللي بيخلفوا العيال كده غلبانين وكده غلبانين. طب يا نوال، طب يا نوال يا استنجلينا يا مجنونة. أنا يا أنت بطريقتك دي هتزهق أمينة مراتك وهيكون آخرتها أنكم هتسيبوا بعض. يا جدع بلاش كلام فارغ. كلام فارغ إيه يا عم الحاج؟ أنت غاوي أصلا كآب يا أخي. روح دلع مراتك. فين؟ روح دلع مراتك، اخرجوا اتفسحوا، اعمل اي حاجه. انت لا عندك عيل ولا عندك اي مشاكل. طب يلا روح انت اتفسح. انا رايح. الف سلامه. شوفي خش يا امينه تعالي. ازيك يا ست الكل؟ انا اسفه قوي قوي ان انا اتاخرت عليكي، حقك عليا. طول ما البني ادم عايش يقول الحمد لله. ايه يا امينه تقولي انك جايه على طول وما تجيش غير بعدها بخمس ساعات؟ خفي بقى يا ايمان، ده اللي حصل لي النهارده ما حصلش لحد. ايه اللي حصل لك؟ اتسرقت. ايه؟ والله ورحت بلغت، وفي ست بنت حلال جابت لي شنطة تاني وما رجتش تاخد مليم ابيض. طب وانتي كويسه ما حصلكيش حاجه؟ الحمد لله جت سليمه. الحمد لله يا بنتي، ربنا يبعد عنك كل شر. والله انا ما عايزه منك حاجه، انا كل اللي عايزاه اني اشوفك كل يوم واطمن عليكي. وانا لو عليا اقعد تحت رجليك الحلوين دول ما سيبكيش خالص. انا عارفه ان شغلك صعب، ربنا يقدرك عليه ويقويكي يا رب. قبل أمينة. ميرسي يا حبيبتي. قبل ده ايه؟ اسمها الست أمينة. قبل أمينة يا ماما، قبل أمينة.
قبل أمينة يا بطوطة. انت ما عملتيش قهوة يا بطة؟ روحي اعملي لي يلا بسرعة. حاضر. انا مش قلت لكم ما تشغلوهاش؟ يعني يا أمينة هنبقى حن عليها من مامتها، هي بتجيبها هنا عشان تساعدها في شغل البيت. ايوه يا حبيبتي، لما نيجي نكتب بقى ونقول بلاش العيال تشتغل وحرام وعيب، لما تيجي لمصلحتنا بقى نسيبهم. والله العظيم لدخلها مدرسه وتبقى زي الفل. وليه يا كلام عمها دي؟ دي مش حاسه بقيمه البنت خالص. ماما انا هروح ابص على اسامه وارجع لك. جبت لك الشوكولاته اللي بالبندق اللي بتحبيها. ربنا يخليكي ليا قبل امينه، ما يحرمنيش منك ابدا. خليكي ليا يا بنت، اي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول. ربنا يخليكي ليا. يومك كان حلو النهارده؟ اه الحمد لله. بسم الله عليكي. حرام عليكي، ده افترى. هو انت لسه شفت افترى؟ قولي قولي اعمل فيك ايه؟ اموتك واخلص منك ومن قرفك. خناقه يا حبيبتي. انا مش عيل صغير عشان تضربيني. طب والله العظيم لا سايب لك البيت وماشي. ايه بس يا جماعه في ايه؟ الاستاذ قافل على نفسه الاوضه وانا فاكراه بيذاكر، ومن تخفيلي خايف ادخل اقول له اطلع سلم على خالتك لحسن عطل على المذاكره. ايه كنت بتعمل ايه يا اسام؟ وانا بفتح الميل بتاعي لقيت حد بعت لي كليب، وانا يعني ما اعرفش اكيد ايه اللي فيه، يعني لقيت ماما على دماغي. كذاب، ما فيش حد بعت لك حاجه، انت اللي قليل الادب وبتدخل على مواقع ابيحه. انا من بكره والله العظيم هلغي اشتراك الزفت النت ده، ومش هتشوف مني مغلى مليم بعد النهارده. ويا انا انت واسامه في البيت. خش جوه، خش جوه. عاربك اللي انا في كده يا امينه، شايفه عمايله؟ تهدي بقى بالله، ما ينفعش انك انت تبقي طابقه على نفسه كده على طول. وبعدين السكينه ممكن تقتلي بيها وممكن تقطعي بيها وتاكلي، ازاي بتستعمليها؟ هو ده المهم. عايزاني اعمل ايه؟ اسيبه يتفرج على افلام قليله الادب، ولا تحبي اقعد معاه نتفرج سوا؟ يا ستي صاحبيه وراقبيه من بعيد. واجيب وقت لكل ده منين؟ انا برجع بالشغل هلكانه، وارجع الاقي الف مليون مشكله مستنياني. يعني يا ربي مش لو كنت ما طلعتش بعيال من الجوازه الخايبه دي مش كان يبقى احسن؟ لا لا، ما كانش يبقى احسن، ما كانش يبقى احسن يا ايمان. انت شايفاني اهو. تعالي تعالي. اجمل ست في العالم. وانا بحب الفيلم ده بجد؟ اتفقنا خلاص. تعالى يا حبيبي. هنعمل ايه بقى؟ كل حاجه كل حاجه كل حاجه. اتفقنا اتفقنا. مش ممكن. بلاش بواخه بقى يا امينه، خليكي قاعده معايا شويه. طب اعمل ايه؟ النهارده كان بيتخانق معايا طول النهار، ما صدقت انه هيتي. قبلة. مالك يا قبلة دولت؟ يا قبلة مالك؟ تعبانة؟ خدي ميه. يا ابن أمينة، يا ابن أمينة، الحقي الحقي، الست الكبيرة تعبانة أوي. يا خرابي، دي كانت كويسة. تعالي. ماما. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ مالك يا بنتي؟ أسامة، أسامة. هي ماما بس بعد. هات لها ميه يا أمينة، ميه. ماما في ايه؟ روح عند الدكتور اللي ساكن في العمارة اللي جنبينا بسرعة. بسرعة. ايوه يا صلاح. لا مش هقدر اجي، ماما تعبت. طب انا اعمل ايه يا صلاح؟ كنت جايه. مش هقدر اسيبها. ايوه حبات معاه. اوكي. لا 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 براحتك، بس طمنين عليك. مع السلامه. ايه يا دكتور طمني، ماما عندها ايه؟ دور برد شديد شويه، ما تستحملوه شويه في السن ده. وانا كتبت لها الروشيتة دي، بس ما كتبتلهاش مضاد حيوي، في فيتامين، وانتوا بقى ترعوها بالعصير، عصير الليمون والبرتقال.
حاضر يا دكتور، متشكره جدا. وصلي الدكتور يا ايمان. متشكرين جدا يا دكتور. شكرا. اسعي. انا نمت. نمت. ماما نامت خلاص. تعالي نقعد.